السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا إخوتي على قناتي ربيعي محمد قناة الفن الجزائري. كنت فيما مضى نزلت فيديو تاع الشيخ فتحي الله يرحمه لايف كاسيت تاع إيديسيون بوب دور كيما راكم تشوفوا في العنوان الشيخ فتحي لايف. نسمعوا مقطع من هذا الفيديو. انا دائما ندير الموسيقى تاع البدايه والنهايه تاع الهواري بشنات. هذه بوب دور كاسيت بوب دور تاع فتحي. هذه راهي عندي كيما راكم تشوفوا بوب دور هي سون بوشيت صحيح، لكن الشيخ فتحي هنا عند بوب دور لايف كيما راكم تشوفوا مصور كاسيت فوق الكاسيت تاع خالد. وهي الفيديو هذا نزلته عنده مدة، لكن شخص نزل هذا الفيديو سرقه لي، يعني سرق لي الأغنية. ها هو هذا ما كفاش باش يسرق الأغنية، لكن أتاكاني في اليوتيوب، أتاكاني في اليوتيوب. شوفوا راه كاتب العنوان وراه محقق فيها تقريبا 1000 مشاهدة. لا علينا، ماهيش مشكلة في السرقة، بصح تضحكي. لا هذا الشخص أتاكاني على اليوتيوب بسبب أغنية تاعي. أنا من هذا المنبر نتحداه إذا كان يشوف فيا نزل لنا باقي الأغنية ولا باقي الكاسيت، نزل لنا أغنية ثانية من الكاسيت. وراه غلط كاتب هنا باللي الحقوق عند إيديسيون ماستر كما راكم تشوفوا، تقدروا تشوفوها إيديسيون ماستر. وكاتب يا أخي راك غلط، هذيك عند بوب دور عند بشير. ونشوفوا آخر الفيديو مقطع من موسيقى تاع الهواري بن شنات اللي نستعمل فيها أنا في الفيديو. شوفوا شوفوا يتم الفيديو. ها وي، هذا الشخص راه سرق لي هذا الكاسيت تاع اغنيه تاع البوب دور تاع فتحي من منبر تاعي. نقول له نزل لنا يا اخي باقي الكاسيت الا كنت تقدر. يطاكيني في الحقوق الطبع كانه الكاسيت ملكه هو. لهذا راني توقفت على انزال الاغاني منذ فتره. شوف انا كاين مثلا كاين واحد القناة هزت لي الأغنية تاع محمد الأمين ودارها على البوشيت تاعو، دارها على البوشيت. أنا نعرف مولاها على كل حال، يا خويا بصحته ما كانش مشكلة يهز الأغنية تاع محمد الأمين. هذه هز الأغنية هذه، سمحولي هذه الأغنية هزها وركبها على البوشيت تاعو، ماهيش مشكلة. ما طاكانيش على كل حال، يطاكيني نزل عليه فيديو ونقول باللي راهو سرق لي الأغنية. حاجة ثانية، أتاكاني كريم مصباحي على كاسيت سيدي الوزير، راني نحاها. أتاكاني ثاني الهواري بشنات على كاسيت تاع سانتانا القديمة، اتصل بيا قال لي بيعها لي ولا مدها لي ولا كذا. أنا رفضت شوي أتاكاني على اليوتيوب، نحيتها منذ فترة. الان راني داير القناه غير نشهر الكاسيت اللي عندي ولا لي كاسيت اللي نبيع ولا ننزل لجماعه السراقين. وفي اخر الفيديو نقول لكم للاسف كاين ناس تفزد على ناس. انا نحب كنت ننزل في الاغاني لا نربح منها القناه ولا غيرها، ننزل في الاغاني باش الناس يسمعوا لي. انا كنت في فتره معينه نفتش على بعض الاغاني وما نلقاهمش اللي فزدوا علينا. اللي يحب مثلا البوم ولا كذا راه في نعطيه له ام بي 3 على الفيسبوك مقابل مبلغ مالي. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.